بعد حملة شعبية أنقذت قاصر من جريمة زواج مبكر، قرارات حكومية في اليمن لمواجهة الظاهرة. والرئيس التنزاني أجلد المشككين في لقاحات كورونا وبيحذر تحديداً من لقاحات البيض. وفي الصين أصغر مدمنة عمليات تجميل في العالم. أهلاً بكم. في لبنان مشهد المرضى أمام أبواب المستشفيات في زمن كورونا صار معتاد ومتكرر، وأحدث الضحايا رجل ستيني للأسف لا عمره ولا إصابته بالفيروس ولا حتى حالته الخطرة حركت القلوب. فالمستشفى رغم أنه خاص لكنه رفض استقباله ليلقى الرجل مصيره أمام باب الطوارئ. زي ما شفتوا في الفيديو، فمسعفي الصليب الأحمر ظلوا خارج المستشفى بيحاولوا إنعاش المريض بعد ما رفضت المستشفى استقباله بحجة إنها ما فتحت قسم لكورونا. على العموم طبعا فيديو زي كده حيغضب أي إنسان سواء لبناني أو غير لبناني، وهذا بالفعل اللي صار. لكن حجة المستشفى كمان خلتهم ينفعلوا بزيادة وشافوها عذر أقبح من ذنب، خاصة إنه للعلم يعني في حوالي 70 مستشفى خاص في لبنان عندهم أقسام علاج مصابي كورونا، لكنهم بيرفضوا الحالات الحرجة أحيانا. وانطلاقا من هذه الفكرة انفتح نقاش على كيف إنه البلد وصل لمرحلة اتغلبت فيها التجارة على كل منطق حتى الطب والإنسانية. خلونا نتوقف مع بعض التعليقات. مثل ما شفتوا في التعليقات، شريحة كبيرة طالبت بفتح التحقيق واتخاذ الإجراءات العقابية. واستجابة لنبرة الغضب، أعلن من ساعات المكتب الإعلامي لوزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال أن الوزير حمد حسن بدأ التحقيق في الواقعة. وحسب البيان، فلو اتضح فعلا أن المستشفى قصر في أداء واجبه فراح يفسخ فورا العقد الموقع من قبل وزارة الصحة مع المستشفى وإحالة الملف والأطباء المعنيين إلى القضاء. على العموم بشكل عام، فرغم تدابير الإغلاق العام المفروضة على أو المفروضة في لبنان تحديدا من أكثر من أسبوعين، لكن ما بنبالغ لو قلنا أنه خرج عن السيطرة، خاصة أنه قدرة النظام الصحي محدودة. وأكبر دليل على ذلك هو صور المصابين أمام أبواب المستشفيات. وبحسب نقيب الأطباء في لبنان، فإن نسبة إصابات كورونا في لبنان تجاوزت 15%، وهي نسبة عالية جدا ما سجلتها أي دولة في العالم. التشكيك في لقاحات كورونا وفعاليتها ما هو رأي جديد أو غريب علينا، فدايما بنسمع آراء من هذا النوع. لكن لما رأي مشكك زي هذا بيجي من رئيس دولة،
فالموضوع مختلف يعني وبيصير لازم له وقفة. احنا هنا تحديدا بنتكلم عن رئيس تنزانيا جون ماغوفولي، واللي وسط موجة ثانية شرسة من كورونا بتضرب أفريقيا طلع في فعالية في مسقط رأسه ونزل تشكيك في اللقاحات، ومو بس كده لا، هاجم مباشرة مصنعين اللقاحات، وبنقدر نقول انه هجومه حتى كان بعنصرية الصراحة، لانه تحديدا نتكلم عن اللي وصفهم بالبيض. خلونا نسمع ايش قال. شانجو هزفاي كما وزungu wangekuwa na uwezo wa kuleta chanjo hata chanjo ya ukimwi ingekuwa imeshaletwa hata chanjo ya kifua kikuu ingekuwa imesha kifua kimeshaondoka hata chanjo ya malaria ingekuwa imeshapatikana hata chanjo ya kansa ingekuwa imeshapatikana. Ni lazima Watanzania tuwe waangalifu kwa mambo ya kuletewa letewa. Msije mkafikiria mnapendwa sana. Taifa hili ni tajiri. Afrika tajiri. Kila mmoja anaitamani. Tuwe waangalifu. Na niombe Wizara ya Afya isiwe inakimbilia mambo ya machanjo chanjo. الجدل اللي أثاره الرئيس التنزاني ترى مو بس هذا اللي سمعته في هذا التصريح، فهو من الأول ترى أعلن لوحده كذا أنه بلاده خلاص تغلبت على الفيروس، وهذا الكلام كان من منتصف السنة الماضية، يعني لما الدنيا كلها كانت لسه بتصارع كورونا وفي الحالة صعبة هو قال لا خلاص خلص. وحتى يعني على عشان كذا الدولة كلها ما بتحدث أصلا أرقام الإصابات، ومن وقتها والإصابات رسميا عندهم واقفة عند 509 فقط، والوفيات واقفة عندهم عند 21. ومو بس كده، فالرئيس كمان بيطلب من المواطنين ما يلتزموا بالتباعد ولا اللقاحات، وإنه يكتفوا بالصلاة بدلا منها، وبيشجعهم كمان على العلاجات العشبية والتبخير لعلاج المرض، وشكك كمان في اختبارات الفيروسات في البلد. أما بالنسبة للقاحات المتبرع فيها للدولة فهو كمان ضدها، وشايف إنها جزء من أطماع الدول الأخرى في بلاده. ومن أول الأزمة في سلطات أخرى في البلاد بتقاوم تصريحات الرئيس، وفي كمان مواطنين بيعترضوا على كلامه. هذول عاد تحديدا الدولة قبضت على مجموعة منهم لأنهم عارضوا موقف الحكومة اللي بيقول إنه تنزانيا ما فيها كورونا، ووجهت لهم تهم كمان. فاصل ونعود. لو طمنك خوفي عليك وخفتي. أهلا من جديد. بالأمس كنا تكلمنا عن القصة المتعلقة بهاشتاج أنقذوا الطفلة وعد، واللي انطلق من المنصات اليمنية وحمل مناشدات ومطالبات لإيقاف زواج الطفلة وعد الأنسي اللي قيل أنه عمرها 11 سنة، مع أنه في ناس طلعت بعدين وقالت عمرها 14 أو 15 سنة، بس يعني على العموم وفي كل الأحوال ما زالت قاصر. وبسبب ظروف عائلتها الصعبة قرروا يزوجوها لشاب عشريني، لكن أول ما عرفت السوشيال ميديا بقصتها انطلق الهاشتاج، وكمية التفاعل معه دفعت قوات الأمن في تعز لإيقاف الزواج وحبس والدها بحسب ما تم تداوله. التطور في الخبر الآن هو تعميم أصدرته وزارة الداخلية في تعز، وبتمنع فيه زواج القاصرات وبتحذر بمعاقبة المخالفين من باب أنه ظاهرة سيئة. التعميم اللي عارضينه أمامكم أعاد زواج القاصرات للواجهة، وعاد الحديث عن الموضوع وكيف أنه الجريمة لسه مستمرة رغم أنه زواج القاصرات قضية يعني قضية قديمة جديدة نقدر نقول عنها، واليمنيين حتى متعجبين كيف أنه وصلنا لهذا العصر والناس لسه بتتكلم عن هذا الموضوع وبتح حذر منه شفهيا وبالتعميمات والبيانات بدون أي إجراءات أو قرارات ملموسة. وللآن ما طلع أي نص قانوني رادع ومانع له أو أقلها يحدد سن للزواج في البلد. على العموم تنضم إلينا من عدن عبر الهاتف عضوة اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان اليمنية القاضية اليمنية إشراق المقطري. أهلا فيك معنا أستاذة إشراق. يعني التعميم الجديد إيش أهميته، أم هو مجرد خطوة رمزية؟ مساء الخير. يعني اولا شكرا لتسليط الضوء على هذا الموضوع الحساس. حقيقه بالنسبه للجنه الوطنيه هي يعني مش عظمه طبعا اللجنه. ما اسمعك عفوا استاذه اشراق.
تسمعيني أستاذة إشراق؟ طيب يبدو أنه أستاذة إشراق عندنا مشكلة في الاتصال الصوتي معها. على العموم حنرجع للموضوع متى ما عاد وضبط الخط يعني. إدمان عمليات التجميل ما عاد موضوع جديد أو غريب يعني، مع انتشار الجراحات التجميلية شفنا كثير وقليل من حول العالم ناس أدمنت هذا النوع من العمليات. لكن لما نسمع عن أصغر مدمنة لعمليات التجميل في العالم ونعرف أنه عمرها 16 سنة بس، فهنا الموضوع بيستاهل وقفة. تشو تشينا مراهقة صينية عمرها 16 سنة خضعت خلال 3 سنوات لأكثر من 100 عملية جراحة تجميلية. يعني ما أعرف صراحة يعني متخيلين فعليا 100 عملية. العموم هذه المراهقة المشهورة على منصة ويبو الصينية عندها 300,000 متابع، وبتقول إنه هدفها كان إنها تصير شبه الدمى البلاستيكية. وللأمانة يعني اللي بيشوف صورها وبيعرف إنه هو هذا هدفها فهي واضح إنه نجحت على الأقل في هدفها يعني. أما عن الأسباب فبتقول إنه عمرها ما حبت شكلها، وإنها كانت تتعرض للتنمر كثير، وبعمر 13 سنة أقنعت أهلها بأول عملية، ومن هنا بدأت سلسلة العمليات. لليوم أنفقت شو ما يعادل 620,000 دولار على العمليات، وبتقول إنها ما بتهدد أو إنها بتهدد أهلها عادة لو ما عملت العملية اللي تبغاها فحتترك المدرسة. وبتقول كمان إنه في آثار جانبية كثيرة لكثرة هذه العمليات، منها فقدان في الذاكرة وعلامات جروح دائمة وغيرها وغيرها. ولكن وبحسب كلامها الموضوع بيستاهل. 会持续不断的变本加厉，用化妆品、睫毛、衣包、整容来给自己增加自信呢？从小崔娜娜的今朝上来看，不知道。 بس تعليقا على الموضوع الماضي، أنا بحاول أتخيل لو أنا بس إنه هددت أهلي عشان أسوي عملية تجميل إيش كان ممكن يصير فيها. يعني بيثير ذكريات غير لطيفة أبدا في مخيلتي. على العموم نحن خلينا نرجع لملف اليمن. بالفعل طبعا هذا الملف المهم. كانت معنا عبر الهاتف عضوة اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان اليمنية القاضية اليمنية إشراق المقطري. أهلا فيك معنا مرة أخرى. كنت بسألك على التعميم اللي تم إصداره في تعز من قبل الحكومة، هل هذا التعميم اللي بيمنع زواج القاصرات يعني نقدر نقول إنه خطوة رمزية ولا لا حيكون له معنى كبير في فرض القانون؟ يعني أولا هو الجراء الصحيح والحقيقي المنتظر هو أن يكون هناك نص قانوني يحدد سن تزويج الذكور والإناث، وهذا للأسف غائب حتى هذه اللحظة في القانون الوطني، وبالتالي بقية الحلول ربما تعتبر حلول مؤقتة. التجاوب الذي حدث من إدارة أمن تعز وبعد ذلك نتج عنه عمل تعميم لعقال الحارات بعملية متابعة مثل هذه الحالات، باعتقادي هو يعني إجراء وقائي لكن محدود خاص في مديرية معينة. نحن بحاجة بأن يكون مثل هذه التعليمات أو الإجراءات نعتبرها يعني التدابير الإجرائية حتى المؤقتة أن تعمم. الظاهرة للأسف هي موجودة في اليمن من قبل الحرب، لكن في الحرب يعني زادت ربما شدتها واتساعها. أسبابها ربما اختلفت بشكل كبير، كانت الأسباب يعني ربما بشكل كبير عائدة إلى في بعض المناطق إلى العادات والتقاليد، لكن هذه الحالة كمثال التي حدثت في تعز ومثلها أيضا تحدث في مديريات كثيرة يعني سببها الرئيسي هي الوضع الاقتصادي. الأسرة هذه أسرة يعني ناجحة في داخل المدينة من مكان إلى آخر، أسرة وضعها المقولة الاقتصادي صعب، لهذا ربما يروه نوع من التبرر بأنهم لا يستطيعون عملية استمرار تعليم الفتاة أو حتى أحيانا توفير كل متطلبات الحياة الغذائية والدوائية والعلاج. يعني أنا فاهمة وجهة نظرك إنه الأسر يعني أيضا هي تحت ضغوطات وكثير أشياء، إنه يعني أفهم وجهة النظر هذه إنه الحياة صعبة على الجميع، لكن في بغض النظر عن هذا كله تزويج فتاة في هذا السن هو جريمة وما هي أول مرة تصير، وصارت قبل كده وبالراحة حتصير كمان، وموهي بس في حتى في اليمن في أماكن أخرى. إيش نقدر نسوي تجاه هذا الموضوع؟ يعني
أنا أعتقد كما ذكرت بالنسبة لهذا الموضوع محتاج عدد من المعالجات والحلول، بدءا مثل هذا الإجراء الذي يتم أن يتم بالفعل تعميمات تدخل من قبل قلم الكتاب المشرف على المأذونين الشرعيين عموم المحافظات بعمل توجيه بمنع تزويج أي فتاة ليس لديها بطاقة شخصية أو شهادة ميلاد تؤكد بأن يعني سنها القانوني يتجاوز 17 سنة أو 16 سنة. الجانب الآخر باعتقادي نحن محتاجين أيضا إلى يعني توعية أيضا يعني شمول عملية التوعية في الإعلام في مواقع التواصل الاجتماعي حتى في التوعية التي تشمل عبر الأحياء السكنية سواء في وفي المخيمات أيضا لأنه عدد كبير من الناس مخيمات النازحين تقوم بعملية التزويج. هذه ربما حلول نقول تضغط على أولياء الأمور ويعني تحد أيضا من قيام مأذون الشرعيين بعقد يعني زيجات وعقود زواج لطفلات صغيرات. هناك طبعا حلول ربما تكون مختلفة ومحتاجة إلى وقت أطول مثل سن القانون عندما ينعقد سن النص القانوني عندما ينعقد مجلس النواب، وأيضا وضوع وضع حلول يعني اقتصادية أيضا مساعدة وتخفف من يعني حالات الوضع الاقتصادي لبعض الأسر، إضافة ل يعني العمل على تغيير المفاهيم المتعلقة ببعض العادات والتقاليد السلبية المتواجدة لدى بعض المناطق النائية والريفية والجبلية البعيدة ربما عن الشق الإعلامي والخطاب التنموي. طيب يعني احنا يعني على الاقل سعداء في هذه الحاله انه تم ايقاف هذا الزواج، وفي كثير حالات فرديه طبعا كان فيها تدخل وتم ايقاف هذا النوع من الزواجات، وانا عارف انك انت حضرتك ناشطه في هذا المجال فكل الشكر لك والشكر على هذه المداخله. كانت معنا عضوه اللجنه الوطنيه للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان اليمنيه القاضيه اليمنيه اشراق المقتري، شكرا لك. أليكس نافالني المعارض الروسي الشهير اسمه مالي عناوين الأخبار مؤخرا، وحاليا هو موجود أو محتجز في إحدى السجون في روسيا. اسمه برز بشكل أكبر من بعد ما تعرض للتسمم بغاز الأعصاب خلال رحلة لسيبيريا وراح تعالج في ألمانيا، ووقتها اتهم النظام الروسي وبوتين تحديدا بمحاولة تسميمه، وهنا طبعا الكرملين دخل في الموضوع ونفى، لكن في نفس الوقت بيرفض فتح تحقيق جنائي في الموضوع. الدراما زادت مؤخرا بعد ما اتشفى نافالني وقرر يرجع للبلد فاعتقل، وقامت مظاهرات في البلد خلال الأيام الفايتة وعشرات الآلاف من الروس طالعين يطالبوا بالإفراج عنه. وخلال هذا الوقت الأمن الروسي كان جالس بيعتقل حلفائه وآخرهم أخوه، وكمان في مداهمات لمكاتب مرتبطة بأسرته، فللحين فتشوا شقة مستأجرة كانت بتعيش فيها زوجته ومكاتب مؤسسته وغيرها كمان من الأماكن، ومن ضمن الأماكن اللي داهموها منزل طبيبة نافالني، فدخلوا عليها الساعة 3 الصبح ولقوها جالسة مستنياهم وبكل برود واحترافية جلست تعزف واحدة من أشهر مقطوعات بيتهوفن. يا رب برود الأعصاب هذا، وناس يقولوا لي طيب ونعم على كل شيء زي أهل البنت المراهقة اللي بيقولوا لها طيب ونعم على كل عمليات التجميل اللي بتطلبها والفلوس اللي بتأخذها جالسة. العموم مشاهدين على هذه الطلبات المعقولة جدا نختم حلقتنا يوم الخميس، وأرجع وأشوفكم الأسبوع الجاي إن شاء الله. لكن قبل ما أترككم هأترككم مع الفنانين عبادي الجوهر وأصالة، واللي كانوا ضيوف وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن فرحان في بث مباشر على إنستغرام ضمن سلسلة ضيوف بدر اللي بيستضيفها الوزير عبر حسابه على إنستغرام، وأرجع وأشوفكم الأحد إن شاء الله في أمان الله.
بختصرها لك واقول مهما تقنعني بكلامك مهما شرحك لي طول رغم ذوقك واهتمامك بختصرها لك واقول موقفي واضح امامك مقبل انصاف الحلول مقبل انصاف ومقبل انصاف الحلول اشتقت لك تحت المطر حنيت لك غصبا علي قلبي مع صوت الرعد كانوا ينادونا واه لولا كفوفك ما عشقت السلام غيمتنا عانقتني وهدت الروح دين لو تخون الملامح وش يفيد الكلام وانت لك في زوايا القلب حب قديم قلبي وعيني يا